بيروت ارت فير 2016 بالدوره السابعه. في اكيد هذا معرض للفن المعاصر والحديث، وفي هالسنه اشتراك 45 صاله عرض جايين من 20 بلد، وبيقدموا تقريبا 300 فنان و1500 عمل فني. ففي مساحات جديده وبرنامج متجدد هالسنه لبيروت ارت فير. اول مساحه هي ليبانون مودرن باي بانك ميد، يلي هي تسليط الضوء على الفنانات اللبنانيات بين ال 45 وال 75. هيدي الحقبه كثير مهمه بالفن اللبناني، والفنانات اللبنانيات كان عندهم اهميه وبعد ما زالوا اكيد يكون عندهم اهميه بعالم الفن. فاحب منظمي بيروت ارت فير يسلط الضوء على الابداع وعلى الحرية يلي كانت الفن اللبناني بهذا الوقت. في 27 صالة عرض عم بتقدم فنان او فنانه بيعتبروا انه موهبه الجمهور لازم يتابعون. عم تكشف هالصاله عن الفنان، عم بتسلط الضوء على اعماله تل الجمهور يكتشفه ويتابع مساره الفني. واكيد يعني يكون هيدي مساحه للاكتشاف ولعرض اللوحات او اللوحه الفنيه او التصويريه والى اخره. نحن بلبنان يعني قد ايه صرنا مع كل الاشياء اللي عم نعيشها والنكبات اللي عم بتصير والمصايب، اكيد في كثير اشياء ايجابيه، ونحن اللبنانيه بنوقع بس بنرجع بنوقف، وهيدي اهميتنا واهميه الفن اللبناني والثقافه اللبنانيه. وهيدي المساحه يلي هي عم بتعبر عن هالنبض هالايجابي لبيروت للبنان وللعالم العربي.